جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الهجرة مخاطبا أرض مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فيا أيها الإخوة والأحبة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى عبادة الله وحده، فآمن بهذه الدعوة القليلون وأنكرها الكثيرون، ولم يكتفوا برفض الدعوة وإنكارها، بل بدأوا يؤمنون